هيا أرجوكي أرجوكي يا روزي. اهدأ يا رومبا، ألا تراني مشغولة؟ أرجوك يا روزي سأبهر الجميع، أرجوك. حاضر، سأعطيك دور أحد الدببة. نعم، سأكون نجمة المسرحية. سنرى، أين كنت؟ أي واحد؟ ماذا تعني يا رومبا؟ أي دب أنا؟ الدبة الأم؟ ها، رائع. هيا من جديد روزي. ماذا الآن يا رومبا؟ أظن هذا لك. شكرا، والآن دعني أنهي مسرحيتي، وإلا لن تكون دبا أو نجم. لم تسمعي لي صوتا. أوبس، آسف. انتهيت، كتبت المسرحية. شقراء والدببة الثلاثة. واو، أحسنت يا روزي. ماذا تقول الدبة الأم؟ لنبحث عن بقية الممثلين أولاً. ممثلون غيري؟ بالطبع، هناك الدب الصغير والدب الأب و... نعم، والشقراء والذئب. لا ذئب في مسرحيتنا لحسن حظك. ها، هل أنتم جميعاً سعداء بأدواركم؟ نعم صحيح، دور الراوي على مقاسي تماماً يا سادة يا كرام. هذا ممتاز يا فكري. بينون، أنت الدب الأب. حلمت دوماً بتمثيل دور الدب. كرز، ستكون الدب الصغير. هل هو صغير جداً؟ نعم. ولين، أنت شقراء. أحب أن أكون شقراء اللطيفة يا روزي. انسي هذا، شقراء ليست لطيفة، إنها فوضوية. لا أريد أن أكون فوضوية. وحبات البلوط، ستكونون الجمهور. العبي بعيدا الآن كي نتدرب على العرض. لماذا تفعل هذا دائما؟ والآن يا فكري، هيا نبدأ التدريب. كان يا مكان، كانت هناك فتاة اسمها شقراء. أحب هذه القصة وأحب هذه المسرحية. ما هو دوري؟ لم يبقى لك دور يا بلبلة.